السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم استخدامات للبيم حسب مراحل المشروع. طبعا عندنا مشروع بقى فيه مراحل، بلان لسه ما بدأناش، ديزاين مرحلة التصميم، كونستراكشن مرحلة البناء، مرحلة التشغيل أو الأوبريت التشغيل المنشأة. طيب، في أول حاجة عندنا اكسيستنج كوندينيشن موديلينج. يعني إيه؟ يعني بعمل موديل للمكان اللي حوالين المشروع بتاعي. مثلا على سبيل المثال انا جاي ابني مبنى وفي مبنى تاني قائم جنبي، بحيث الصوره تكتمل، بحيث ابقى عارف احط التريم بتاعي فين، احط الاجهزه تحت فين، وهكذا. فبنعمل اكسيستنج كوندينيشن موديلنج، بنستعين بالليزر سكان بحيث ناخد صوره قويه عن المكان ويبقى عندنا موديل حقيقي موجود جنبينا، بدل ما اقعد انا اعمل موديل من المخططات. لا، بعمل 3D، وممكن بعد كده ارسم موديل للمبنى دوت لو هو ده جزء من المشروع بتاعي. فبيبقى مهم جدا ان الفريق العمل يكون فاهم الليزر سكان وفاهم البوينتس وفاهم ازاي يتعامل معاها وازاي يقراها وازاي يقدر يشوفها كويس.